الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فيسر إخوانكم في مركز نور على الدرب الترحيب بكم في اللقاء الشهري، ونستضيف الدكتور هيثم محمد سرحان ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المناهي اللفظية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بإخواني في هذه البلدة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. أولا يا أخواننا، أنا لست بأفضلكم، لكن أريد أن أتذاكر معكم أمور مهمة جدا. السلفية إخواننا، اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد، لابد تظهر على السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، لم يحمي التوحيد فقط، حمى التوحيد في العقيدة، في المعتقد، وفي الأقوال، وفي الأفعال. في الأفعال نهى عن الشرك، الطواف بالقبور، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وفي الأقوال سد الطريق. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. استغاثة، حكم هذه الاستغاثة جائزة، حي، حاضر، قادر، يعتقد أنه سبب. أغلق الباب، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت شرك أصغر أكبر أصغر. قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا شرك أكبر. احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر. بل ما شاء الله، كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئت. سنتكلم عن هذه النقطة. أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام. يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة عند العامي، أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة، تحقق التوحيد حتى في الألفاظ. في الحديث أبو طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقول. الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك، ما استطاع، مع أن حاك الكفر، ليس بكافر، لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ ما يستطيع يتكلم، ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر. ماذا قال؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يحقق التوحيد حتى في الألفاظ. الأصل يقول قال أنا على كذا، ما استطاع أن يرجع بالكفر على نفسه مع أنه حاك الكفر، ليس بك. هذه العقيدة السلفية. فلا يأتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز. نعم يجوز عند العامة، أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ. عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول، وجئت سلبت عليه بعد أن انتهينا من العلاج، وعلى يعني عادة هذه البلد، في البلد هذه عندهم لفظة تقال عند الشكر عند نهاية، قلت له رحمة السلام عليكم، غاضب. تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح، هذا غضب لأنه قلت له رحمة. قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعية إلى الله، تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم؟ تقول لي رحمة. رحمة هذه يقولها عندي العوام، أقولها أنا، أما أنت تقول رحمة خطأ. قلت إيش أقول؟ قال أنت تقول. قلت أقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا فقد
أبلغ في الثناء. هذا يعلمني هو. إذن إخواننا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله، أرفع رجلي لو سمحت، صحيح البخاري. صحيح البخاري بماذا ساد؟ أمور منها الإخلاص كذا، انتقى نصوص ألفاظ الكتاب والسنة. شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام، جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه. بماذا؟ ينتقي النصوص، يتكلم، قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه؟ قال هذا الذي جاء في القرآن. فأنت تنتقل الألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سلفي تكون على هذا. دخلت علينا بعض الألفاظ من الصوفية، من المبتدعة، من المشركين، من الكفار. نعم يا أخي، أنت الآن داعية إلى الدعوة السلفية شئت أم أبيت، صح؟ هي نعم. فلماذا تقول لي صباح النور؟ صباح النور؟ إيش صباح النور هذه؟ المانوية يقول أن النور هو يخلق الخير، فعندما تقول لي صباح النور كأنه اللي يأتي بالخير هو النور. طيب ماذا أقول؟ صباح الخير خطأ أيضا عندهم، عند بعض العلماء قال لا، تقول صبحكم الله بالخيرات، بالخير. في التحية السلام عليكم، من الناس من يقول سلام عليكم، خطأ. السلام عليكم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم يعني، ما تأتي خاصة الآن يعني التكلم بغير العربية. إخواننا لغة كل مسلم هي اللغة العربية. هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة، ويفتخر البعض خاصة يعني خاصة عندنا بغير حاجة، هذا غير محتاج أن يتكلم معي باللغة الإنجليزية. لماذا يقول لي good morning؟ لماذا يقول oh my god؟ لماذا يقول thank you مثلا؟ أوكي، إيش أوكي؟ فهذا اللي يتكلم معك يقول يا أخي أنا مسلم، أنا لغتي اللغة العربية، عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية، لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية. لماذا أتكلم؟ شيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول جاءنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم، أنشئ المدارس، ندفع لكم أموال، نبني لكم بنايات، درسوا العقيدة، درسوا القرآن، درسوا كل شيء بشرط واحد، تتعلم اللغة الفرنسية. يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر. كافر؟ استغرب أنت. الشيخ حماد قال أنا طالب، وهذا فتوى من؟ العلماء. ما استطعت أن أصنع شيء، هاجرت. كان كل الخير في طاعتي للعلماء، في غير معصية الله. كيف كفر؟ كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر. فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية، تتأثر. الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات، يا سلام يا حبيبي، قال اقرأ الروايات، رواية مدري مين الملحد، ورواية الكافر، وفيها أعوذ بالله. ماذا نستفيد من الروايات؟ طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنة كفاية؟ الشباب الآن يحدثون وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد، الأغاني، أناشيد أغاني لا شيء، لا فرق. لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلى الله يجعلنا وياكم منهم، وعاشوا على دندنة دندنة. ماذا فيها؟ هل فيها كلام طيب؟ إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا. أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن، إن للإسلام صرح
كل ما فيه حسن لا تسلي من بناه إنه البنا حسن. كيف يكون هذا؟ هذا ما يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأناشيد منظومات لا أشكال، الأسماء غيروها علينا. كيف غيروا الأسماء؟ والله غيروا أسماءنا. أحب الأسماء إلى الله، من يعرف؟ الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن، صح؟ ما يسمي عبد الله عبد الرحمن، ما حد يسمي عبد الله عبد الرحمن. الأب يتعب ويذبح عقيقة، صح؟ ويسميه عبد الله، والناس تنادي عبودي، عبادي، عبدو، صح؟ وعبد الرحمن دحمي، دحم، وجيه، المهم محمد. قال لا، حمادة، حمام، حمودي، ميمو. ايش ميمو هذه يا اخواننا؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه عبد الله عبد الرحمن، ما ترتضيها؟ قال لا، سميه عبد المطلب. لماذا؟ هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ لا. هل اقر بهذه التسميه؟ لا. هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع ان يغير هذا. قال انا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب، لكن ما سمى احد بهذا. ثم انت الان تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه، تاخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى. اذا لماذا ننادي بعض الاولاد الان حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام؟ يا اخواننا اشكال في الاسماء عندنا كبير جدا، حتى ادخلوا عند العرب عندنا إشكال أيضا. العرب ما يذم غير العجم، غير العرب، وهذا ما يذم هذا. الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا، في الكويت وفي السعودية في كل مكان. لا، هذه جاهلية، فخر بالأحساب والطعن في الأنساب إشكال أيضا. قال من قبيلة من وكذا، وانت حضري وانت بدوي. حتى بين أخواننا السلفيين ما يمكن يكون هذا. ممكن تعرف بنفسك، لا إشكال. حتى كثرة السؤال منهي عنها أو لا؟ نهينا عن كثرة السؤال؟ نعم أو لا يا إخواننا؟ طب لماذا يسألك هذا؟ من وين أنت؟ ومتى جيت؟ وكم رصيدك في البنك؟ إيش علاقتك أنت؟ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ومتى تسافر؟ وفين نزلت؟ وفي أي فندق؟ وتعشيت؟ تغديت؟ ما لك علاقة يا أخي. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. والله لو تركنا ما لا يعنينا سعدنا. في عالم من علماء موريتانيا، هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر، لأنه لديه ورد يومي مراجعة، فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا. حصل انقلاب قبل 5 سنوات في موريتانيا يطالع السياسة. المهم حصل انقلاب على رئيس موريتانيا، فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي، مشكلة في الدولة، انقلاب. فقال للإمام يا شيخ حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا. لم يلتفت إليه. لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق، ضاعت الدقائق، اختل البرنامج، ما التفت إليه. يقول المؤذن بعد قرابة سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة فراغ، ممكن نصف دقيقة. قال بسرعة بسرعة قل من الذي حصل على الانقلاب. قال يا أخي روح خليك في ذكرك أحسن لك، والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا. إيش عندك يا أخي؟ اسأله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صح؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان يا أخي؟ مجالسنا لابد أن تكون مجالس سلفية. النطق ما تنطق، كما أن الكلام منه ما هو مذموم، السكوت منه ما هو مذموم، صح أم لا؟ هذا مذموم وهذا مذموم، فليقل خيرا أو ليصمت. لكن أحيانا يكون الكلام واجب. عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال ما رأينا مثل قرائنا، قال كذبت ولكنك منافق. إذن هنا وجب أن يتكلم. إذا كما أن أحيانا الكلام محرم، كذلك الصمت أحيانا يكون محرم. يسمع، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. واحد يسب ربك، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، تسكت؟
يرسل لك رسائل. الآن من يرسل لنا رسائل فيها سب أم المؤمنين عائشة، يقول انظر ماذا قال الخبيث في أم المؤمنين. طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمك؟ والله ما تستطيع ترسلها، لكن في أم المؤمنين لا إشكال. وبعدين قال نحب أم المؤمنين، كذاب. هذه والله ما طريقة السلف. نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع؟ كيف؟ لماذا؟ وتجد بعض الطلاب العلم سلفي مع كتب مبتدعة، قال متهوكون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال هذا أدرى الناس بهؤلاء. طيب وشيخ الإسلام ما يعرف هذا؟ فأخواننا مسائل نحققها، لا يأتينا طالب ويقول لا فلان من العلماء قال كذا، قال يصح نقول صباح النور ما في إشكال، نيتي طيبة. نقول لفظك غير صحيح. الآن الحلف يحلف بالشرف، يحلف بالذمة، بالأمانة، برأس أمي، حياتي وحياتك وثربة أمي وشيبتي وفي رقبتي وفي لحيتي وفي شواربي وبالعون. بالعون إله وإحنا لا ندري، والله إله وإحنا لا ندري. أترك الجوال أشياء. بعض الناس هدانا الله وإياه يدخل الكلام إلى أماكن، وهذه الأماكن كانت لا تعرف هذه الكلمات، مثل بلعون مثلا. عندنا الأسماء، عندنا التعبيد ما يكون إلا لله، عبد الحسين، عبد النبي، عبد السيد، عبد كذا، ما يمكن. عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. قال له رجل، قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلا لله، الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي. وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد قل جزاك الله خير شكرا. أسماء المركبة لا توجد عند العرب. هل سمعتم يوم من الأيام أنه أحد يقول عبد الله عمر الخطاب؟ لا، ما يوجد هذا. أحد يقول هذا؟ لا. إيش تقول؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صح؟ خالد ابن الوليد، عثمان ابن عفان، وإحنا شو اسمك؟ قال سعود ابن مفلح ابن صالح ابن كذا. لا، ما يقول بن سعود مفلح صالح، خطأ. عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، نعم هكذا ابن. فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرك، تصوف. أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا؟ محمد، محمد سعيد، محمد صالح، محمد موسى، محمد حسن، محمد حسين، كل الأولاد محمد، محمد يحيى. وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد كل الأولاد محمد، محمد أول، محمد ثاني، محمد ثالث، محمد رابع. والله تحصل العائلة كلها محمد، محمد أول ابن محمد ثاني ابن محمد ثالث ابن محمد عاشر. تضحكوا؟ جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة، ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة، ما عندنا اسم مركب. غلام علي، غلام علي، غلام علي، غلام علي يعني عبد علي. غلام علي معناها عبد علي. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجاني، السيدة زينب. السيد معناه، هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس أنا، يقول
معنى السيد الحسين والسيد التيجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هذا اللفظ إذا قال السيد الحسين والسيدة زينب، هذا يقول محمد بن الوهاب، يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى، يعني شرك أكبر. وكم يقال السيد الحسين والسيد البدا والسيد التيجاني والسيدة زينب وكذا. نعم إشكال أمانة. بعض الناس يقول لك إيش أمانة؟ تقول له والله يا شيخ ما أستطيع. قال أمانة عليك، يعني حلف بغير الله. واستغرب البعض، وحتى قد يحكي البعض، يقول فلان من الناس سرق سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل، فجاءوا إليه قالوا يا أخي اتق الله تسرق السمكة؟ قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها. قالوا لا، احلف بالتيجاني. قال لا، التيجاني ما استطيع احلف به. لا، هذا يعظم التيجاني اكثر من تعظيم الله، هذا شرك اكبر، هذا الحلف بغير الله شرك اكبر. فاصروا عليه ان يحلف بالتيجاني، فحلف بالتيجاني انه لم ياكل السمكه، فخرجت السمكه من فيه. الله اكبر. اعتبر القصة باطلة، لا شك باطلة. اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأى السمكة تخرج من فيه. هذا معناه أن الاتجاني ما ليس لله، عندما حلف بالله ما حصل شيء، حلف بالتجاني حصل هذا. فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه، وما يمكن نسكت، نعلم الناس بطريقة بأسلوب. تقول إذا تحلفني بالله أجلس، وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس، هذا حلف بغير الله. حوبة فلان. المهم يا أخواننا، عندنا التطير لا نهاية له، كثير جدا من يتطير وتشاف فلان، والله نسيت الكلمة يا رجل، يقول فلان شرارة، فلان منحوس، فلان نحس، فلان أعوذ بالله. إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر. هنا قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير. خير يا طير شرك أصغر. صبحنا بوجه فلان شرك أصغر. ويضع أرقام خاصة، يعني مسميات خاصة، الزوجة، وزارة الداخلية، الأمن العام، الشرطة، النجدة. نعم، حتى ممكن يسميها اسماء غير عربيه، واحد كاتب كونان محقق. يعني احنا ايش لنا وايش هذه الاسماء الغربيه يا اخواننا، جيبوا لنا كونان وجيبوا لنا الاشياء دي. المهم المسلم ما يتطير. من اللي يتطير؟ المشرك المنافق. المسلم دائما يتفاعل، ما تتطير. في القديم كانت العراق ملكيه، ذهب رجل من أهل السعودية للعراق وبقي هناك أشهر، ستة أشهر تقريبا، ورجع. عندما رجع للسعودية حصل انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه. فقال عندنا أحد الأمراء لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت شؤم، مجرد ما رجعت انتهت العراق. قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود، ارسلني على اليهود أقضي عليهم وأتي، أمر ليس بيدي، أمر كتب الله، صح أم لا؟ قال له لو أقضي، أنا أقضي على الناس خلاص أذهب إلى اليهود هناك الدولة الصهيونية، كان قضى عليه الأمير أيضا صحيح، لكن هو قال لا أرسلني على اليهود أقضي عليهم وأجيك، لا تحتاج إلى دبابات ولا صواريخ ولا شيء، أمر بيد الله، تأخذ بالأسباب لا مانع. أما تتطير تتفاعل، تتطير تتشائم من الناس من يتشائم حتى بالقرآن. وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا، علموهم التعويذات. نعم، تعلم التعويذات الشركية، يتعلم يقول الحين يسافر أو لا يسافر، إيش يصنع الصغير؟ أو يذهب إلى السوق يشتري هذه أو يشتري هذه، إيش يصنع؟ معروف عند الصغار استقسام بالأزلام، معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا، شرك هذا استقسام بالأزلام. يقول عندنا
حتى عندكم حادي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كله في هذه، صح؟ يصنع هذا. بعدين بعض الناس قال لا قرعة، يا أخي القرعة مو هنا، أسافر أو لا أسافر، أتزوج أو لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية. بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت، فإيش يصنع؟ قال سميه اسم أكشر، ما أكشر أكشر، أي المهم يعني سميه، قال سميه والله اسمع المهم لا تجيب لنا اسماء لانه ممكن بعض الناس هو عنده هنا اسم، فقال اسمه شلوه. ايش شلوه؟ ما لها معنى، ممكن اسم للشياطين هذا، لماذا تسميه بهذا الاسم؟ من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن، قال لا اكشر عشان يعيش، اذا هذا الاسم له علاقه بحياته او وفاته؟ لا، فيسميه هذا الاسم. مشكلة الأسماء عندنا، مشكلة لأن كل إنسان له من حق من اسمه نصيب. يسمى عندنا أي واحد يأتي غير كويتي مثلي، أنا جيت من السعودية، إيش تقول عني؟ ها أجنبي؟ أجنبي أجنبي صح؟ أجنبي، لأن عندنا في المطار الأجانب والكويتين، صح ولا لا؟ حتى في السعودية تمام. أجنبي، ما معنى أجنبي؟ الأجنبي هذه الكلمة خطأ، لماذا؟ حتى يساو بين اليهودي والنصراني والمسلم، هذا كله أجانب صح؟ أي نعم. إذن من أين لنا هذا المصطلح، مصطلح أجنبي؟ خطأ صح؟ خطأ، أي نعم. في عندنا كتاب في المدارس، كل المدارس كتاب في الخرائط اسمه أطلس. أطلس هو الإله الذي يمسك الكرة الأرضية، وإحنا نقول أطلس. من أين جاءتنا أطلس؟ من الكفار، حتى نقول أن الإله الذي يمسك الكرة الأرضية هو أطلس. ليش ما نقول خرائط العالم؟ ليش ما نتكلم باللغة العربية؟ ليش نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس. شو هو عباد الشمس؟ قال الشجرة هذه اسمها عباد الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري، هكذا أنا سمعت الناس. وليش أنت تقول عباد الشمس؟ تقول إيش المفروض؟ دوار الشمس، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، قوس قزح. خطأ خطأ، ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا، ما أدري من أين أتت. التسمي بأسماء الطغاة، فرعون صحيح، قارون، هامان، المهم أنا ما أريد أتكلم عن بعض الأسماء لأنها موجودة عندنا، وبعض العلماء يقول لا تصح، فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام، سهم واحد يكفينا، قال لا سهام، والله صدق. نهاد ما يصح. فتنة فتون، يا رجل اتق الله، كيف فتنة فتون؟ ها فتنة واحدة تكفي. عندما يضع النساء هذه الأشياء اللي توضع على ظافر، إيش يسموها؟ سبحان مناكير، والله يسمونها على اسمها، ليس بمنكر واحد، هذه 10 مناكير يمكن 20 منكر، صحيح هذا معقول، أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح. المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره. سب الدهر، الزمن غدار، يوم أسود صح؟ أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك، ولن أنسى هذا اليوم، والله هذا يوم أعوذ بالله، صح؟ أي نعم، لا يمسح من التاريخ هذا. يقول يسب الدهر، يسب الريح، يسب الدواب،
سب الدواب، دواب يسب الدواب. واليوم بعض الناس سب الدابة لأن تغيرت الآن عندنا سيارة يسب اللعن، حدث ولا حرج. أنا أسأل الشباب الآن في الطريق، قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج، المسلم ليس باللعان. نبه إخواننا، تنبه نفسك، تنبه غيرك، تنبه إخوانك، ما يصح اللعن. كيف تلعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، كيف تلعنه؟ هذا الآن إحنا لن نتكلم عن هذه الألفاظ السب والشتم، هذه معروفة والله أعلم، لكن يعني لابد أن نعلم الناس. ننكر يا أخي اترك الأوراق، اتركها، ضع عندك، ضع عندك بس، جزاك الله خير. التسمي أيضا قاضي القضاء، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهنشاه، هذه الألقاب ما احتاجها الصحابة رضوان الله عليهم. عندنا عندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب، يقول الدكتور ومحي الدين ونور الدين، محي الدين ابن عربي، مميت الدين. النووي يقال عنه ايش؟ النووي يا اخواننا، ها؟ محي الدين يقول لا اجعل في حل، النووي يقول لا اجعل في حل من لقبني بمحي الدين، يقول ما سامحه الى يوم القيامة، انا اسمي يحيى. اخواننا ما ارادوا هذه الالقاب، السلف ما اراد، حتى العلماء عندنا ما ارادوا هذه الالقاب والله. فضيلة الشيخ العالم العلامة، لماذا؟ الحاج عندنا الان صح؟ ها؟ يا سمعت يوم من الايام الحاج ابو بكر الصديق؟ سمعت؟ ما احتاجه الحاج، اما الان الحاج فلان صح؟ واحد كاتب على والله رأيت أنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، وطيارة وصورة الكعبة، ويكتب على البيت غير اللوحة الحاج فلان، وتناديه يا حسن ما يرد عليك، يا حسن ما يرد أو يزعل، يقول أنا أدفع 25,000 وبعدين تناديني حسن، أنا الحاج حسن إيش فيك أنت. وواحد كتب الحاج خمسة، الحاج خمسة حسن، يعني خمس مرات حج. إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجة العير. ما شاء الله وشئت. الآن ذكرنا عندنا أعلى مرتبة تكون أنت عليها السلفي، إذا قال لك إنسان ما شاء الله وشئت تقول ما أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، ما تقول له قل ما شاء الله ثم شئت، خطأ، خطأ عندك، لأن ترشد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المنازل، مفهوم؟ أي نعم. جاء إليك إنسان هذا الشيخ إمام المسجد وقال والله يا شيخ تعبان مريض، زوجتي تعبانة، أولادي، أدعو الله لي، قال خلاص أبشر الليلة بإذن الله ولا همك عندي، لا تعبد الله أنت، أنت لا تدعو أنا أدعو عنك، هذا معنى الكلام صح أو لا؟ صوفية احنا؟ جاء رجل للشيخ قال يا شيخ ادعو لي، قال اسمع انا ادعو لك وانت تدعو لي، كلانا مفتقر الى الله، اذا لديك مانع من اجابة الدعاء والله ما استجاب حتى تزيل هذا المانع. وانت ايش عندك في حياتك؟ عندك شرك؟ عندك بدع؟ ترك صلاة؟ لماذا ما تدعو الله انت؟ ليش انا اعبد عنك؟ وهذا رايح العمرة يوصي الكل قال ادعو، ادعو لي، ادعوا لي. حصلت واحد عندنا هناك في المسجد النبوي حط ورقه والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلان دعاء، والله متى ينتهي يا دفتر. اذا ما نعلق الخلق بمن؟ بالخلق، نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حتى اكرمكم الله الكلاب، يقول الكلب هو اسمه كلب أكرمكم الله، ما يمكن أن تقول له كلب ابن كلب، ما يمكن، لأن هذا قصد خطأ. شوف إلى أين. أحد السلف يقول، يقول أنه قال كلمة وندم على هذا، كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة؟ قال الناس بحاجة إلى المطر، كيف يقول هذه الكلمة؟ كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين صح؟ وهذا كثير عندنا، يدخل بعض الناس على المريض
مريض في المستشفى، تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد، ويدخل على إيش يقول؟ يقول مسكين. مسكين يعني مسكين، يعني هذا أرحم به من الله، وما تستاهل، ما تستاهل، يعني معترض على القضاء والقدر، كأنه يقول له أيضا أنت تعترض على القضاء والقدر وما بلد حيلة، وش أصنع لك؟ والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لصنعت. وش أسوي؟ أنت عارف الحكومة وعارف كذا، وليش تعلقوا بالحكومة وليش تعلقوا بذا؟ أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد، يدخل على مريض مبتلى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يذكر بالله، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا السلفي، تسمع الكلام تقول لا، ما يمكن تقول مسكين، وما يمكن تقول ما يستاهل، وما باليد حيلة، وقطعت قلبي، والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير الأوقاف. يا حبيبي وش علاقتك أنت؟ من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، ليس لك علاقة. المهم يا أخواننا، لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول. يقول بعض السلف، يقول جنبوا مجالسنا، هذا بعض السلف، جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية، جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم. عيب طالب علم يتكلم في النساء. الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح، ها كان انشراح الصدور ما شاء الله، والكل صاحي ولا أحد يستعمل جوال ولا شيء. لا، السلفي لا يتكلم في هذه المسائل، في شهوة الفرج شهوة الفم، أبد، ابتعد عن هذا، ابتعد عن القيل، ابتعد عن القال. نشر اليوم بعض الرسائل اللي فيها الشرك الأكبر، فيها البدع، أي رسالة يرسلها مجانا. الآن الحالة في الواتساب، اسمها حالة؟ الحالة تعبر عن شخصية، يعني حالته أنه مع البعران، يقولوا عندنا بعران، صح؟ المهم ابن، يعني حالته ورا الدنيا، صح؟ واحد حالته في القهوة، واحد حالته في الشاي، واحد حاط نكتة، كل من أكثر من شيء عرف به. الأكثر من الضحك يقال عنه ضحاك. يا أخي أنت حالتك سلفي، يا أخي حط حالة أو اترك الحالة فارغة، صح؟ نعم، بتحط لي نكتة، تحط لي مقطع فيه موسيقى، وعفوا والله أرسل لك المقطع، أكتب لك عفوا المقطع فيه موسيقى. طب عفوا هذه وين أصرفها؟ يعني هذا عفوا، يعني يوم القيامة أحاسب على عفوا ما نفعتني بشيء، صح؟ واحد مرة أرسل لي مقطع فيه مرأة سافرة، فقلت له يا أخي اتق الله، كيف ترسل لي مرأة سافرة؟ أنا بشر وعندنا حب استطلاع، صح؟ اي والله يا شيخ. قال يا اخي انت المشايخ، انا فقط ارسلت للمشايخ. قلت المشايخ ما هم بشر؟ ومن قال لك انا من المشايخ اصلا؟ ترسل لي حظر، احسن طريقة في الواتساب حط حظر وخلاص انتهينا، والله ترتاح من بعض الناس. وتجي للحالة، يا رجل الحالة يمكن 20 حالة وكلها لعب له، ألهاكم التكاثر، وابغى سيارة، واللي ابغى عروسة، واللي كاتب لي كذا، واللي كاتب لي كذا. ما يصير يا اخواننا، انا لا اتكلم عن العوام، انا اتكلم عن طلاب العلم يا اخواننا.
كيف تضعون هذه الحالات؟ بعض الناس في الدعاء، الدعاء عبادة أو عادة أخواننا؟ والله عبادة. إذن العبادة تقبل بماذا؟ إخلاص، ها، متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، علمنا أو لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا إمام، صح؟ عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به، واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل له حادث والتاجر خسر والمقاول طاحت العماير. طب هذا ما في كتاب الله، يعني ما حد قاله في كتاب الله نقوله في دعاء فلان بن فلان، وهذا يخاف ينشر 20 شخص. طب إيش الدعاء؟ لعله خير. يقول لعله خير، كيف لعله خير؟ لا أدري. أو يقول الدعاء، إيش يقول هو؟ والله أنا نسيت. يقول اجعلني عند باب الجنة. باب الجنة؟ يعني أنت تدعو من؟ تدعو الكريم الملك، صح؟ تدعو الله وتقول يا رب بواب عند باب الجنة؟ من علمك هذا؟ من أين لكم هذا؟ بواب عند باب الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. أنت تطلب من غني. أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كأنه يقول هذا الأمر قد يكون عظيم على الله، أعوذ بالله، هذا ما عرف الله، ولكني أسألك يعني أعطيني نص المصيبة. كثير يدعو بهذا ولا لا؟ إذن الدعاء عبادة أو عادة يا أخواننا؟ علموني. عبادة. إذن لماذا لا ندعو بيدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي دعاء تريد، زوجة، أولاد، سيارة، عقار، جنة، تجد له أصل في الكتاب والسنة، صح؟ يا رجل دعاء واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، في مالي، في بدني، في زوجي، في ولدي، في الدنيا، في الآخرة، في القبر، والله تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء. أو اللهم إنك عفو توحيد، تحب العفو توحيد، فاعفو عني توحيد، ثناء على الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة ثالث ثلاثة وقادر على اختراع. هذا الأخ اسمه جمعة، في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية. إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح، إذا راح أمريكا إيش ينادوه هناك؟ فرايدي؟ لا، ينادوه جمعة، صح؟ وراح الصين جمعة، راح الهند جمعة، هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، في اللغة الهندية، في كل لغة. أسماء الله كما هي، الله في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية. ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله. ممكن تشرح، لا إشكال، تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف أعبر الآن، يقول الله معناه هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. التبرك طلب البركة، وعندنا بعض الناس يقول زارتنا البركة، بركة ما تطلب إلا من الله، وتمسح ببعض الأشخاص وقال بركاتك يا سيدنا الشيخ، صح؟ بركة، بركة من الله. وعندنا الحجر الأسود، حجر لا يضر ولا ينفع. أخواننا كتاب تعب عليه المؤلف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، معجم المناهي اللفظية، تأخذ الكتاب وتراجع ما فيه وتحاول تطبق تعلم
انشر في الحالة يا أخي، انشر تقول قال الشيخ بكر أبو زيد في صفحة كذا في معجم المناهي اللفظية كذا بالصفحة، أما تأخذ من فلان لا، هذا ممكن ما نقل من بكر أبو زيد رحمه الله، ممكن نقل من فلان بن علان والله أعلم من هو، صح؟ أي نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، واسمحوا لي على التطاول عليكم، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. جزا الله الدكتور على ما قدم وأفاد، ونستأذنه ببعض الأسئلة. الأسئلة أعطيني هي أنا أشوفها أول، طيب يمكن كذا أحسن، خليه يغلق هذا التسجيل خلاص، خلي اللقاء بدون تسجيل أحسن. نعم.